أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليلة المباركة نتكلم حول محاضرة كلفنا بها التوجيه والإرشاد بالحرم المكي، وهي عن أفضل أيام الدنيا. ما هي أفضل أيام الدنيا؟ ولذا سنتكلم إن شاء الله حول هذا الموضوع في هذه المحاضرة وفي هذا الوقت القصير، عن أفضل أيام الدنيا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، وهو الذي فاضل بينهم وجعل هذا فيه كذا وفيه كذا، خلق الناس وأخرج منهم الرسل، وخلق هذه الأراضي، وأيضاً اصطفى منها مكة والمدينة وما إلى ذلك. فالله سبحانه وتعالى له أن يصطفي ويختار ما يشاء. أيها الإخوة، يجب علينا أن نعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذا الوجود لعبادته، لأنه سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله لم يخلقنا إلا لعبادته سبحانه وتعالى. ولذا نومنا، أكلنا، أعمالنا الأخرى كلها وسائل لعبادة الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى خلقنا في هذا الوجود، وأخبرنا أنه كلفنا بتكاليف. لو سأل إنسان وقال: لماذا خلقني الله مدة من الزمن ثم أموت؟ ما هي الفائدة أنه يخلقني مدة ثم أموت؟ ربك سبحانه وتعالى أخبرك في القرآن الكريم كما قال تعالى: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فربنا سبحانه وتعالى خلقنا ولم يتركنا هكذا، وإنما بيّن لنا الحكمة من خلقنا ووجودنا في هذه الدنيا، وهو أنه يختبرنا أينا أحسن عملا، من هو الأحسن عملا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. وكل ما أعطاك الله من صحة ومن مال ومن ولد ومن زوجة، كل ما أعطاك الله هو اختبار لك، يختبرك سبحانه وتعالى ماذا تفعل فيما أعطاك الله، إن كنت تعمل به بمرضات الله عز وجل فأبشر بالخير، وإن كنت غير ذلك فحاول أن تعود إلى الله قبل فوات الأوان. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه خلقنا في هذا الوجود، وأننا سنموت، وأنه سيحاسبنا، وأن فيه جنة ونار، وأنه سبحانه وتعالى خلقنا في هذا الوجود ليختبرنا. ولذا جعل مع كل واحد منا مراقبة شديدة، مراقبة شديدة، عندك مراقبة يراقبونك ماذا تقول وماذا تفعل. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فربك سبحانه وتعالى أخبرك أن كل عمل تعمله أو كل قول تقوله مكتوب،
كل شيء أحصيناه كتابا كما قال الله عز وجل. ولذا ينبغي أن تعلم أيها الأخ أن كل ما تفعله وما تعمله مكتوب، لكن إن كان خيرا وإن كان شرا فأنت تراه، ترى هذا المكتوب في كتابك يوم القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني ما يحتاج تفتح الكتاب وإنما هو منشور. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فما دمت تعلم علم اليقين، علم لا شك فيه أنك سترى ما عملت من خير أو شر، أكثر من الخير وأبعد عن الشر، وإذا حصل منك خلاف ذلك فعد إلى الله عز وجل واستغفر الله وتب إليه، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة عبده. ثم اعلم يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى جعل له حدود، أوامره ونواهي حدود. فالنواهي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها لا تقربوها، كل شيء نهك عنه قال لا تقرب منه، أبعد عنه. لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا ولا وسائل الزنا ولا النظر إليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فكل منهي عنه نهاك الله أن لا تقربه. وإذ كل الأوامر التي أمرك بها لا تتعداها، لا تتعداها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن حدوده عظيمة، كل إنسان له بيت ويعرف حدوده، لكن بعض من الناس هدانا الله وإياهم لا يعرفون حدود الله، وهذا خطأ. كيف لا تعرف حدود الله؟ وربنا سبحانه وتعالى قال في كثير من الآيات ومن يتعدى حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها. لله حدود، أنت لك حدود يا ابن آدم تحافظ عليها، ما تترك أحدا يعتدي على حدودك، منزلك، مزرعتك، أمكنك، الأمكن التي أنت فيها، فكيف تعتدي على حدود الله؟ الله قوي، الله شديد العقاب، لا تتعدى على حدوده ولا تقرب حدوده. يسأل إنسان كيف أعرف حدود الله عز وجل حتى لا أقربها أو لا أتجاوزها، كيف أعرف حدود الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى أرسل لكل واحد، لكل واحد رسالة فيها هذه الحدود، وأرسل أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام يخبرك بهذه الحدود. لكن الواجب عليك أن تتعلم، اقرأ هذه الرسالة التي أرسلت إليك، هذا القرآن الكريم رسالة أرسلت لكل واحد، لا بد أن يقرأها ويفهمها ويعمل بما فيها. وأيضا سنة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام بين أيدينا ولله الحمد، افهمها واعمل بها، هذه هي الحدود، هذه هي الحدود، اعلمها، اعلمها واعرفها. كما أنك تعرف حدودك اعرف حدود الله عز وجل أكثر من أن تعرف حدودك، لأن حدود الله عز وجل فيها هناك جنة ونار، ولذا لا بد أن تطلب الجنة من الله عز وجل وتبتعد عن النار وعن عذابه سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى فتح أبواب الخير للمسلمين منذ صغر الإنسان وهو صغير، عمره صغير، إذا فعل عبادة يكتب له حسنات، مهما عمل من حسنات تكتب له ويجدها في كتابه. ولا يمكن أن يكلف الإنسان إلا إذا بلغ 15 سنة أو احتلم أو المرأة حاضت أو ما إلى ذلك. فمن فضل الله وكرمه
ورحمته سبحانه وتعالى أن كتب للمسلمين الحسنات الكثيرة وفتح لهم باب الحسنات من صغره يتسابقون فيها أوامر الله عز وجل، المحافظة على الصلوات، الزكاة، الصيام، التسبيح وما إلى ذلك، كلها أعمال خيرة فتح لك الباب، اعمل خيرا تجده. ولذا يقول الله عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هذا الخير الذي تفعله ما تجده عند فلان وفلان، تجده عند الله عز وجل. وكل ما قدمت من خير، والخير ما هو؟ الذي أمرك الله به والذي أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الخير. وما تعمل من خير تجده عند الله عز وجل. أكثر من الخير ما دام أنه يكون هناك رصيد، يكون لك رصيد محفوظ في مكان محفوظ عند الغني سبحانه وتعالى، فأكثر من الخير. ولذا ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا أبواب الخير وكثرة الحسنات وعظم الأجور. ولذا ربنا سبحانه وتعالى تشجيعا لعباده المؤمنين ورحمة بهم فتح المواسم الكثيرة للمسلمين لزيادة الحسنات والبعد عن السيئات، والبعد عن السيئات كثيرا من هذه المواسم العظيمة رمضان، ومن المواسم العظيمة ليلة القدر، ليلة واحدة خير من ألف شهر، مواسم عظيمة يا إخوان. ومن المواسم العظيمة التي أرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليها ربنا سبحانه وتعالى عشر يغفل عنها بعض من الناس، عشر أيام يغفل عنها بعض من الناس ولا يهتمون بها، وربنا سبحانه وتعالى عظمها، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن فضلها. ما هي هذه العشر؟ هي عشر ذي الحجة، وهي قريبة منا، قريبة منا هذه العشر، لا بد أن نستعد لها. ويحاول الإنسان أن يقدم كل ما يستطيع من الأعمال الصالحة في هذه العشر. هذه العشر الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا فضلها، وربنا سبحانه وتعالى أقسم بها، أقسم الله عز وجل بهذه العشر. بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر. قال أكثر أهل العلم إنها عشر ذي الحجة، إنها عشر ذي الحجة. لماذا أقسم الله بها؟ لماذا أقسم الله بهذه العشر؟ دليل أهميتها، دليل أنها مهمة وعظيمة، يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أهمية هذه العشر. وأيضاً الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أنه ما من أيام العمل الصالح، حط تحت كلمة الصالح ثلاثة خطوط، العمل الصالح فيهن أعظم وأحب عند الله من العمل في هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الحج؟ الحج يا إخوان المسلمون يعرفون، ولا الجهاد؟ ولا الجهاد، المسلمون يعرفون أن الجهاد هو أفضل الأعمال، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. يعني ذروة سنام الجمل الجهاد في سبيل الله. أيضاً أعلى شيء في الإسلام هو الجهاد في سبيل الله، جهاد الكفار في سبيل الله. فالصحابة رضوان الله عليهم يعرفون فضل الجهاد، ولذا قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك،
خرج بنفسه وماله، مات وماله أخذه الكفار، لم يرجع بشيء من ذلك. وإلا العمل الصالح فيهن أفضل بدون جهاد، العمل الصالح في هذه بدون جهاد وبدون جهاد الكفار والأعداء أكثر من العمل الصالح فيهن، أحب إلى الله وأعظم عند الله عز وجل العمل الصالح فيهن. ولذا أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أشياء يسيرة يستطيعها الفقير، يستطيعها الغني، يستطيعها الكبير والصغير، وهي الإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من ذكر الله، تكبير الله، تحميده، تهليله، الله أكبر، الله أكبر. حقيقة يا إخوان أن الله أكبر من كل شيء، الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. تصور، تصور في هذه الصلاة إذا قلت الله أكبر أنه أكبر من كل شيء، أكبر من العالم كلهم، أكبر من السماوات، أعظم من السماوات، أعظم من كل المخلوقات. فأنت اعتقد في نفسك أن الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر من كل شيء. من هو؟ من هو الذي يستطيع أن يجمع هؤلاء العالم من جميع جهات الدنيا لأجل أن يجتمعوا في هذا المكان المبارك؟ من هو الذي يستطيع؟ هل هناك رئيس دولة أو ملك أو غني يستطيع أن يجمع هؤلاء؟ لا يستطيع أن يجمع هؤلاء إلا الله عز وجل. ويأتون راضين، مستبشرين، فرحين، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤلف القلوب، كما أخبر الله عز وجل أنه هو الذي ألف بينهم، ما ألف بينهم أحد من الخلق بين الصحابة رضوان الله عليهم والمسلمين، ولكن الله هو الذي ألف بينهم. فحقيقة الله أكبر من كل شيء، اعتقدها، أن الله هو القوي، أن الله هو العزيز، أن الله هو أكبر من كل شيء، أن الله هو العظيم. فإذا قلت في صلاتك سبحان ربي العظيم، اعتقدها اعتقادا جازما أن ما فيها أعظم من الله عز وجل. وكل أعمالك اعتقد أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، فأكثر من التكبير، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كان ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأبوه الخليفة الراشد عمر، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يكثر من التكبير في بيته، إذا دخلت هذه العشر يكثر من التكبير وهو يمشي، وهو جالس، وهو نائم على جنبه، يكثر من التكبير دائماً، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. حتى كان بعض الصحابة يخرجون إلى الأسواق لا يريدون شراء أي شيء، وإنما يريدون التكبير ويسمعونه الناس ويكبرون كما يكبرون. ولذا يا إخوان هذا التكبير في هذه العشر سهل، سهل على كل أحد وفيه أجر عظيم، لكن هذه سنة مفقودة عند كثير من المسلمين، تسير في الطرق أو في أي مكان أو في المسجد ما تسمع أحد يرفع صوته يقول الله أكبر. والجهر بها سنة عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر، كانوا يجهرون بها، حتى كان عمر رضي الله عنه يجهر بها ويسمعونه أهل الخيام، ثم يكبرون ويجهرون، ثم الذين وراءهم، حتى يرتج منا بهذا التكبير. وأنت ذاهب ترمي الجمرات أكثر من التكبير، وأنت ذاهب إلى المسجد أكثر من التكبير، وأنت في بيتك أكثر من التكبير. وهذا يستطيع الإنسان، أي إنسان يقوله، ربما يكون مضطجعا على جنبه ويقول الله أكبر، يمشي ويقول الله أكبر، يجلس ويقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نكثر من التكبير، أكثروا كما قال عليه الصلاة والسلام، أكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل،
لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. ينبغي للمسلم يا إخواني أن يحيي هذه السنة. علم أولادك في البيت، كثير من أولاد المسلمين ما يهتمون بهذا التكبير في هذه العشر، وكأن هذه العشر مثل العشر التي في ربيع أول أو في جماد أو ما إلى ذلك. لا، هذه عشر عظمها الله وبين فضلها، وبين فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الله يا إخوان، في اتباع سنة محمد عليه الصلاة والسلام، إذا كنت تريد السعادة في الدنيا والآخرة فعليك باتباع سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يجب أن تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا كنت تحبه تطيعه تنفذ أوامره وتجتنب نواهيه. فينبغي يا إخوان أن نحرص على هذه السنة كثيرا، ما فيها تعب، ليس فيها تعب، وإنما الله أكبر الله أكبر. وعلم إخوانك وأرشد إخوانك واجهر بها، إذا دخلت على إخوانك وسلمت عليهم قل الله أكبر الله أكبر، إذا مررت بأحد قل الله أكبر تذكرهم. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان في هذه العشر أن يعظم الله كثيرا وأن يكبر الله كثيرا. وفي هذه العشر المباركة يا إخوان، هذه العشر المباركة فيها فضائل عظيمة، فيها فضائل عظيمة. فيها يوم عرفة، يوم عرفة هذا يا إخوان يوم عظيم، وهو الحج كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، الحج عرفة، من فاته يوم عرفة فاته الحج. الحج عرفة، فيوم عرفة يوم عظيم. ومن الأدلة على عظمه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عمله كل في عرفات رافعاً يديه ويدعو الله عز وجل، حتى إذا تحركت الدابة رافعاً يد ويمسكها باليد الأخرى. وهذا دليل يا إخوان على أهمية يوم عرفة. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في هذا اليوم المبارك التوحيد. التوحيد خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيوم عرفة يوم عظيم، يوم عرفة يوم عظيم يا إخوان، يجتمع فيه المسلمون من كل مكان، الحجاج الذين يجتمعون فيه من كل مكان، وكلهم هدفهم واحد، كل الذين يأتون ويجتمعون في عرفات كلهم هدفهم واحد، وتجدهم رافعين أيديهم يا الله يا الله يا الله. ولذا ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة، نزول حقيقي يا إخوان، نزول حقيقي، كما قاله علماء السنة رحمهم الله أن الله ينزل عشية عرفة ويقول لهؤلاء الحجاج انصرفوا مغفورا لكم. لا إله إلا الله، هدية عظيمة يا إخوان من الله عز وجل. عمرك 70 سنة وأنت في الأخطاء والمخالفات، ربنا يقول انصرف مغفورا لك، ما أحسن هذا. ولكن عليك بتوحيد الله، ما فيه شريك، لأن إذا كان عندك شيء من الشرك ربنا يقول اتركوه وشركه، تركته وشركه، لا يكون عندك شيء من البدع، لا يكون عندك شيء من الخرافات، لا يكون عندك شيء من الأباطيل، عملك خالصا لله عز وجل، أتيت لهذا الحج خالصا لله عز وجل، متبعا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا هذا اليوم العظيم يوم عرفة كله دعاء، كله دعاء. بعض من الناس يتعبون أنفسهم في المشي، يذهبون إلى الجبال ويذهبون إلى أماكن أخرى، وهذا خطأ،
الأعمال في يوم عرفة فقط، تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر جمعا وقصرا، ثم تبقى في مكانك حتى تغرب الشمس تدعو الله عز وجل. ولذا الإنسان يذهب ويذهب ويطلع الجبال ويعمل بعض البدع، هذا لا يجوز يا إخوان. اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وافعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسأل أهل العلم ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه العشر أعظم الأيام، ولذا اختلف العلماء فيه أيهما أفضل وأعظم، يوم النحر أو يوم عرفة، لأن يوم عرفة أيضا ورد في أحاديث خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. فبعض من العلماء قال إن يوم عرفة هو الأفضل، وآخرون قالوا يوم النحر هو الأفضل. لكن ما هو الحج الأكبر؟ هل هو عرفة ولا النحر؟ النحر هو الحج الأكبر، لأنه تجتمع في أعمال كثيرة. يوم النحر تجتمع في أعمال كثيرة، منها الرمي عبادة يا إخوان، وحلق الرأس أيضا هذا عبادة، وأيضا الذبح فيه عبادة، وأيضا الطواف والسعي، تبدأ كل الأعمال في يوم النحر. ولهذا سمي يوم الحج الأكبر، لأنه تبدأ فيه الأعمال الكثيرة، ربما أن الإنسان ينهيها هذه كلها في يوم واحد في يوم النحر، وربما أنه يبدأها في يوم النحر. ولذا قال العلماء إن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر. إذن ما هو الحج الأصغر؟ الحج الأصغر هو العمرة كما قال العلماء. ففي هذه العشرة إخوان يوم عرفة، ويوم عرفة يوم عظيم يجتمع الحجاج فيه كلهم، يجتمعون في هذا المكان. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نعظم ما عظم الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم الذين لم يحجوا ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم أيضا خير، وجعل لهم منافسة في غير الحج. ما هي؟ تشبه بالحجاج. أنت يا من لا تحج تشبه بالحجاج، تصوم يوم عرفة. وإذا صمت يوم عرفة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، سنتين. يوم واحد يكفر الله عز وجل عنك السيئات سنتين، شيء عظيم يا إخوان، شيء عظيم. ولذا قال العلماء إنه أفضل من يوم عاشوراء، لأن صيام عاشوراء يكفر سنة واحدة، ولكن صيام يوم عرفة يكفر سنتين. فأنت يا من لا تحج صم يوم عرفة، واحرص على صيام يوم عرفة. ثم أيضا يا إخوان، الذي لم يحج يتشبه بهؤلاء الحجاج، من تشبه بقوم فهو منهم. ولذا إذا كان موسرا فإنه يقدم أضحية، عبادة من العبادات العظيمة الأضاحي، عبادة من العبادات العظيمة هذه الأضاحي التي نذبحها، وأفضل ما نقدم فيها إراقة دم، أفضل أيضا من التصدق بثمنها. إراقة الدم في هذه الأضاحي فيه أيضا أجر عظيم. فأنت إذا أردت أن تضحي، لا تأخذ من شعرك ولا من ظفرك ولا من بشرتك شيء حتى تذبح أضحيتك تشبها بالحجاج، وهذا فيه خير كثير. ثم أيضا يا إخوان، الإنسان الذي يريد أن يضحي، العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه الأضحية هل هي واجبة أو سنة مؤكدة. بعض من العلماء قال إنها واجبة، وآخرون قالوا إنها سنة مؤكدة. لكن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم
ما ترك هذه الأضحية في أي سنة من السنين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيده إذا صلى العيد أمام الناس، هذا دليل أنها شعيرة عظيمة الناس يقتدون به عليه الصلاة والسلام. إذا صلى العيد ذبحها عند مصلى العيد والناس ينظرون إليه ويذبحها بيده، وذبح عليه الصلاة والسلام كبشين أملحين، وكان يقول في أحدهما اللهم إنه عن محمد وآله، والثاني عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على هذه الأضحية. وأيضاً لما حج الرسول عليه الصلاة والسلام كم قدم؟ 100 ناقة، 100 ناقة، ونحر منها عدد سنينه عليه الصلاة والسلام، 63 نحرها بيده. فالأضحية يا إخوان مهمة، الأضحية مهمة، ينبغي للقادر أن يفرح بها ولا يرميها، يذبحها، والذبيحة الواحدة تكفي الإنسان وأهل بيته، يأكل منها ويتصدق منها ويكنز منها، يدخر إذا كان ليس هناك حاجة لأحد، الفقراء يأخذونها يدخر. فالمهم أن الإنسان يفرح بهذه الأضحية لأن فيها أجر عظيم، والله أمرك بها، والرسول عليه الصلاة والسلام شرعها لك، وفعله عليه الصلاة والسلام هذا أيضاً سنة. لكن ينبغي للمسلم أن يعرف شروط هذه الأضحية. كل الذبائح التي تذبحها لله عز وجل لابد أن يكون فيها شروط، سواء كان هدي أو أضحية أو فدية أو عقيقة، كل هذه لابد أن يكون فيها شروط، وإلا ما تقبل، وإلا كأنك ما عملت شيئاً. بعض من البادية هدانا الله وإياهم إذا كان عنده عقيقة لولده يقول أنا أذبح جمل صغير لأن الناس يحبون الجمل الصغير ويأكلونه، لا، اذبح خروف. أما أن تذبح صغير هذا ما يقبل ولا ينفع. أما اذبح جمل عمره 5 سنوات أو اذبح خروف أو اذبح ماعز. أما أن الإنسان يخالف هذه الأوصاف لا تقبل. هديك أضحيتك لابد أن يكون لها شروط. في السن الظأن يكون أكثر من 6 أشهر، الماعز يكون أكثر من 1 سنة، البقر ويشترك فيه 7 يكون أكثر من 2 سنين، أيضاً الإبل يشترك فيها 7 يكون أكثر من 5 سنوات. فهذا السن معتبر، هذا السن معتبر. ولذا أيضاً الأوصاف ما تكون عوراء، ما تكون عرجاء، ما تكون هزيلة لا مخ فيها، ما تكون مريضة. وكلما كانت كل سليمة يكون أفضل. حتى الأذن لو كانت مخروقة، بعض من الناس يجعل الوسم في الخرق يخرقها، وبعض من الناس يشرقها يجعلها شرقاء يقصها، وبعض من الناس يقطعها ويجعلها متدلية. ولذا ينبغي للإنسان حتى الأذن تكون كاملة، والقرون تكون كاملة وأفضل. كلما كان الشيء كاملاً هو الأفضل. لكن لو كانت البهيمة جماء ما خلق لها قرون تنفع، إذا لم يأتي لها آذان اسمها صمعاء، خلقت بدون آذان أيضاً تصح أن تكون أضحية أو تكون هدي. المهم لابد الإنسان إخوان أن يعرف الأوصاف وأن يعرف السن، وأيضاً الوقت لابد أن يكون الوقت الأضحية إما يوم العيد أو 3 أيام بعده تذبح، سواء كان في ليل أو نهار. وإذا انتهى وقتها فلابد أن تحافظ عليها في هذا الوقت.
لكن الفدية لا، الفدية يمكن للإنسان أن يذبحها في أي مكان، الأضاحي في أي مكان يذبحها، لكن الهدي لابد أن يذبح في مكة، الهدي لابد من ذبحه في حدود الحرم، لو ذبحته في عرفات ما ينفع، لابد أن يذبح في حدود الحرم. فالمهم يا إخوان، هذه الأضاحي فيها خير كثير، وأيضا شرعت في هذه الأيام المباركة. ولذا يسأل بعض العلماء لماذا كانت هذه الأيام العشر أفضل الأيام، يقول العلماء لأنه اجتمع في هذه الأيام العشر أمهات العبادة. أمهات العبادة، ما هي أمهات العبادة؟ الحج والصوم والصلاة والصدقة، هذه أمهات العبادة، وكلها في هذه العشر. الناس يحجون فيها، وأيضا يتصدقون فيها، ويصومون فيها، وما إلى ذلك. ولذا هذه الأيام العشر يا إخوان ينبغي للإنسان أن يكثر من أمور. الأمر الأول كثرة التكبير والتحميد والتهليل، فكلنا يا إخوان نكون دعاة، نكون دعاة لإخواننا جميعا. يا جماعة أكثروا من التكبير فإنها عبادة فيها أجر عظيم، أكثروا من التهليل لا إله إلا الله، أكثروا من حمد الله، الحمد لله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ثم أيضا التحميد والتهليل والتكبير شيء مهم. ثم الصلاة، المحافظة على الفرائض محافظة تامة، والتبكير إليها، التبكير إليها، أما عند الأذان أو قبل الأذان، لأن الإنسان إذا بكر وذهب إلى المسجد مبكر أو إلى الصلاة مبكر يحوز فضائل كثيرة، منها يحصل على تكبيرة الإحرام، ومنها يحصل على دعاء الملائكة أنه ما دام ينتظر يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ومنها أنه يكون قريبا من الإمام. فالتبكير إلى الصلاة مهم، وخاصة في هذه الأيام العشر. أيضا الإكثار من النوافل، أكثر من النوافل في غير أوقات النهي، أكثر من النوافل ما استطعت، لكن لا تسرع. الشيطان إذا رأى عندك إقبال على الصلاة فإنه يأمرك بالإسراع، أسرع لأجل تصلي أكثر. لا، ليست العبرة يا إخوان بالأكثر، العبرة بالتمام، العبرة بالقبول، العبرة بالكيف. لابد أن تكون الصلاة تامة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، فحافظ على النوافل وأكثر من النوافل. وأيضاً بيّن لنا حديث ثوبان رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يكثر من السجود، أكثر من السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة، سجدة واحدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، فأكثر من السجود. ولذا العلماء رحمهم الله اختلفوا أيهما أكثر فضلاً وأجراً، كثرة السجود أو كثرة القيام، وكلها خير إن شاء الله، لكن في هذه الأيام أكثر من النوافل. أيضاً أكثر من الصدقة، أكثر من الصدقة، تصدق، فإنك إذا تصدقت بشيء قليل فإن الله يضاعفه لك، إذا كان من حلال فإن الله يضاعفه لك أضعافاً كثيرة، حتى تكون صدقة التمرة الواحدة عند الله يربيها لك تكون مثل أحد. لكن تصدق من مال حلال، من مال طيب، وأبشر بالخير، ولا تحتقر، لا تحتقر القليل، رغيف ريال، نصف ريال أخرجه، فإنه ينفع، القليل ينفع. ولذا يروى أن سائلة أو سائل جاء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يطلب، فبحثوا ما وجدوا شيئا،
فوجدت حبة عنبة، قالت أعطوها السائل. قالوا يا أم المؤمنين حبة العنبة لا تروي ولا تشبع، ما فيها شيء. قالت كم مثقال ذرة في هذه الحبة، فأنت لا تحتقر الصدقة، حتى الكلمة الطيبة صدقة، حتى تأمر بمعروف تنهى عن منكر صدقة، تدل أحد إخوانك الحجاج إلى مكانه يكون لك صدقة. المهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة. وأيضا أكثر من الصيام في هذه الأيام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العمل الصالح، وعلى رأس الأعمال الصالحة هو الصيام، فأكثر من الصيام إن كنت تستطيعه، لكن إن كنت لا تستطيع أكثر من الأمور الأخرى. ولذا العلماء اختلفوا هل صام الرسول عليه الصلاة والسلام هذه التسعة وإلا لم يصمها. ورد حديث أن الرسول صامها عليه الصلاة والسلام، وورد حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصمها، لكن الثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصم يوم عرفة، لأن الحاج لا يصوم يوم عرفة، لكن غير الحاج يصوم يوم عرفة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يصم يوم عرفة. جاءوا له بقدح لبن فشربه أمام الناس، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان صائما. لكن التسعة هل صامها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بعض من العلماء قال إنه صامها، وورد حديث آخر أنه لم يصمها، فبعض من العلماء وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله قال إن الحديثين صحيحان، ويقدم المثبت على النافي، المثبت الذي أثبت أنه صام يقدم عليه، وآخرون قالوا خلاف ذلك. ولكن لو تركنا الأحاديث في صيام الرسول عليه الصلاة والسلام نأخذ بقوله العمل الصالح، فهل الصيام عمل صالح؟ نعم الصيام عمل صالح، فنحن نصومها نأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عمل الإنسان شيئا يعمله لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه، فأنت تصوم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شجعك على هذا الصيام، تتصدق لأنه شجعك عليه، وأيضا نافس إخوانك الآخرين، هات حسنات أكثر من حسنات إخوانك الآخرين. إذا قلت سبحان الله هذه حسنة، الحمد لله حسنة، الله أكبر حسنة، نافس إخوانك الآخرين، أكثر من الحسنات. ثم أيضا من الأعمال التي يعملها الإنسان في هذه الأيام العشر كثرة القرآن الكريم، يقرأ القرآن الكريم، لأنك إذا قرأت حرفا ربنا سبحانه وتعالى يثيبك بعشر حسنات، فكيف إذا قرأت مئة حرف أو ألف حرف أو ألفين حرف؟ فأنت أكثر من القراءة، لكن تقرأه بأدب، تقرأ القرآن بترتيل، لأن الله أمرك قال ورتل القرآن ترتيلا، تقرأ القرآن بتدبر وتفهم، لأنه رسالة من الله إليك، ما دام أنه جاءك رسالة افهمها. بعض من الناس لا يفهمون هذه الرسائل من الله عز وجل، لا يفهمون أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. لا بد أنت إذا جاءك رسالة من رئيس الدولة تهتم بها وتقرأها وتفهمها وتعرف الأوامر التي فيها، فكيف بالرسالة التي جاءتك من الذي خلقك ورزقك، وعليها هناك جنة أو نار، نسأل الله العافية. المهم يا إخواني هذه الأيام العشر فضلها عظيم، ولا يغلبنكم الشيطان على ترك هذا أو الهوى أو الكسل، اجتهدوا فيها قدر الاستطاعة. حتى المرأة التي عليها الدورة الشهرية لا تمنع من أعمال الخير، لا تمنع من الصدقة، تعمل صدقة، تعمل
تسبيح، تكبير، تهليل، كل الأعمال الطيبة. الحائض ممكن تقف في عرفة وهي حائض، ممكن في مزدلفة ترمي الجمار، ولذلك عمل الخير مفتوح. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن هذه الأعمال الصالحة أفضل الأعمال في الدنيا كلها. هذه الأيام العشر أفضل أيام الدنيا كلها، وليالي رمضان العشر الأخيرة أفضل الليالي. فاغتنموا الفرص، الفرص والمواسم تأتي وتذهب، أن الإنسان العاقل لا يغفل عنها، لا بد أن يستثمرها فيما ينفعه. واعلم علم اليقين أن الله لا يظلم مثقال ذرة، مهما عملت فتجده لا يظلم، يعني لا ينقص من عملك شيء، تأخذ عملك وافي. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى يضاعف لك الأعمال الصالحة، فأكثر من الأعمال الصالحة بإخلاص لله عز وجل واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.